شرف لكل التونسيين والتونسيات، شرف لكل المنظمات المجتمع المدني، شرف للحركة النقابية العربية والدولية أن ينال الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو معناه المحرك الرئيسي للحوار الوطني في جائزة نوبل. طبعا نحن لم نسعى من خلال قيامنا بواجبنا الوطني لتقريب وجهات النظر الخلفاء الفرقاء السياسيين في تونس عشية 25 جويلية 2013 بعيد اغتيال الشهيد محمد البراهمي من الجلوس على مائدة الحوار لفض الإشكاليات وللتوصل إلى طريقة واللي احنا سميناها في الاتحاد العام التونسي للشغل خارطة الطريق لتجاوز الأزمة هذه. المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومؤسسة نوبل للسلام عندما قدم الاتحاد، ما هو الحقيقة ما قدموش الاتحاد الملف، قدمته معناها رؤساء الجامعات التونسية، لأنه باش تكون الصورة واضحة حتى لا يقع مغالطة الرأي العام مرة أخرى، اللي الجهات اللي عندها الحق باش تقدم معناها ملف لنيل جائزة نوبل للسلام هم رؤساء الجامعات وأعضاء مجلس النواب والوزراء، حتى رؤساء الدول ما عندهمش حق. رئاسة الجمهورية عملت رسالة تدعم فيها الملف، استعرضوا دور الاتحاد العام التونسي للشغل ليس من يوم 14 جانفي 2011، استعرضوا دوره منذ تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل ودور مؤسسه الزعيم خالد الذكر الشهيد فرحات حشاد الذي مزج في مقاربة خلاقة فريدة من نوعها لم تكن موجودة آنذاك في عصرها لدى الحركة النقابية العالمية اللي هي المزج بين البعدين الوطني والاجتماعي. فرحات حشاد لم يكن مجرد أمين عام للاتحاد العام التونسي للشغل، فرحات حشاد كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وقائد الحركة الوطنية الفعلية والحركة المقاومة المصالحة ضد الاحتلال الفرنسي البغيض آنذاك، ولذلك السبب وقع اغتياله دون سواه. وهذه معطيات مهمة جدا، والاتحاد العام التونسي للشغل أيضا ساهم في بناء الدولة الحديثة. الاتحاد العام التونسي للشغل ساهم في تقديم قوافل من الشهداء من أجل الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية. العام التونسي للشغل أيضا كان هو المحرك الرئيسي والحاضن خلينا نقول الرئيسي لهذه الثورة معناها الشعبية الشبابية، من خلال الأضرابات الجهوية اللي قررتها الهيئة الإدارية اللي دق معناها آخر مسمار في نعش الاستبداد والفساد يوم 12 جانفي 2011، ذاك الإضراب التاريخي اللي كانت الشرارة الأولى لدخول الاتحاد بشكل مفتوح ومباشر مع المنظومة الاستبداد في جهة صفاقس. جهة صفاقس إضراب معناها تاريخي شل كل مناحي الحياة، وكانت تلك المسيرة بعشرات الآلاف اللي وقتها، وحتى مذكرات ليلى بن علي الطرابلسي قالت يوم 12 جانفي بدأنا نعد في حقائبنا لأنه عرفنا وأنه معناها المعطيات كلها. بمعنى آخر هذا الملف لم يكن مختصر على دوره في الحوار، وإنما لاستعراض هذا التراث وهذا الإرث وهذه التضحيات وهذه المبادرات وهذا الدور العظيم اللي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل